واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 77 من آيات سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال يقول تعالى مخبرا عنهما أنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين، أنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين، أنهما لهم الخضر وموسى عليهما السلام، موسى والخضر عليهما السلام انطلقا بعد المرتين الأوليين، يعني هذه ثالث مرة، كما مر بنا يعني المرة الأولى اللي هي في قصة السفينة، والمرة الثانية اللي هي في قتل الغلام، وهذه ثالث مرة. حتى إذا أتيا أهل قرية، روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة، هكذا نعم، أنها الأيلة، أيلة هذه اللي هي التي يسميها اليهود الآن، يسمونها إيلات، اللي هي منطقة العقبة في جنوب الأردن وما حولها يعني من فلسطين، فهذه المنطقة. نعم. طيب، قال وفي الحديث حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما، أي بخلاء، أهل قرية لئاما أي بخلاء، فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. طبعا لو قلنا القرية هي الأيلة يبقى هذا لعله إيه يعني يستبعد الأثر اللي فيها أن مجمع البحرين هو إيه عند طنجة في المغرب، فيحتمل يعني أن مجمع البحرين، لأن هناك بحر الروم وبحر يعني في المنطقة اللي بين بحر الروم وبحر الفرس وكذا، فلعل لأن منطقة أيلة يعني هي في هذه الأماكن يعني، والله تعالى أعلم، إلا أن تكون يعني قرية أخرى لها اسم مشابه أو شيء. طيب، قال فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، كما درستم في البلاغة، فهذا من باب إيه؟ الاستعارة، فنسب الإرادة إلى الجدار، يعني نقول إيه؟ أنه شبه الجدار يعني بإنسان له إرادة، ثم حذف المشبه وكان عنه إيه؟ بشيء من لوازمه وهو الإرادة. قال إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل، والانقضاض هو السقوط. في المحدثات يعني في المخلوقات، أراد الشيء يعني مال إليه، فهنا يريد أن ينقض يعني يريد أن يسقط. قال وقوله فأقامه أي فرده إلى حالة الاستقامة. قال وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه،
ودعمه حتى رد ميله وهذا خارق. يعني كان فيه شيء من ايه من معجزات الانبياء عليهم السلام، فبناؤه للجدار ليس على الطريقة المعتادة يعني، وانما يعني مسح الجدار بيديه ورده بيديه، فالجدار بعد ان كان مائلا يريد ان يسقط اذا به يستقيم مكانه ويرجع الى حالته. قال: فعند ذلك قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه اجرا، اي لانهم لم يضيفون، كان ينبغي الا تعمل لهم مجانا. قال: هذا فراق بيني وبينك، اي لانك شرطت عند قتل الغلام انك ان سالتني عن شيء بعدها لا تصاحبني، فهذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل اي بتفسير ما لم تستطع عليه صبر. اما السفينه، يقول سبحانه: اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال: هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام، وما أنكر ظاهره، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على حكمة باطنة، فقال: أما السفينة فإنها خرقتها لأعيبها، لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة أي جيدة غصبا، فأردت عيبها لأرده عنها بعيبها فينتفع بها أصحابها من المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها، وقد قيل إنهم أيتام، كانوا إيه أيتام. فهذا مر شرحه، يعني كما سمعتم يعني هذه السفينة كانوا يمرون بها على ملك، يعني كان يمر أمامهم في البحر، ولو كانت السفينة صالحة واقتربت من هذا الملك فإنه سيأخذها غصبا منهم. فالخضر عليه السلام يعني قلع لوحا من السفينة وعطلها، يعني أحدث فيها عيبا صغيرا ثم أصلحوه بعد ذلك حتى لا يعني يستولي الملك على سفينتهم. قال: وروى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم ذلك الملك هدد بن بدد، اسمه هدد بن بدد. قال: وتقدم أيضا في رواية البخاري وهو مذكور في التوراة العيص بن إسحاق، وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة، والله أعلم. العيص، نعم، مذكور في ذريتي، في ذرية العيص. طيب، بدل في التوراة في ذرية، نعم، يبقى عندنا في بعض نسخ ابن كثير مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق، نعم، هكذا كلمة في ذرية سقط من النسخين. وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق، وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة. إذن اسم الملك هدد بن بدد، وهو من ذرية العيص ابن إسحاق النبي عليه السلام. ثم يقول سبحانه: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال: قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور. هذا كله اللي هو اسمه علم إيه؟ مبهمات القرآن، مبهمات القرآن. أتى يا أهل قرية، يقول لك القرية هي إيه؟ أيلة. وبعدين وكان وراءهم ملك، يقول لك الملك هو إيه؟ هدد بن بدد. وأما الغلام، الغلام هو إيه؟ جيسور. مرة عندكم كيف اسمه؟ حيثور. طيب، في النسخة عندي جيسور أو حيا. ومر بنا فتى موسى هو إيه؟ يوشع بن نون. فهذه كلها اسمها مبهمات القرآن، يعني عندما يقول فتى أو غلام، ملك، قرية، فاسم يعني
اسم يعني هذه القرية أو هذا الغلام أو هذا الملك. فهذا من علوم القرآن، وهذه كلها من اللطائف. يعني القرآن الكريم يعني فيه التركيز على موطن العبرة من القصة، يعني التفاصيل التي لا ينبني على معرفتها يعني كبير فائدة، فتجد في كتاب الله تعالى تختصر هذه التفاصيل. قال: وفي الحديث عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، يعني قضى الله سبحانه وتعالى وكتب عليه أنه سيكون كافرا. قال: رواه ابن جرير من حديث أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس به. قال: ولهذا قال: فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر، والعياذ بالله تعالى. فكانت رحمة من الله تعالى بالأبوين. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد، وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. ولو بقي كان فيه، كيف النسخة؟ ولو بقي لكان فيه هلاكهما. فرضي امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير من قضائه له فيما يحب. سبحان الله، يعني أحيانا الله تعالى يقدر على الإنسان شيء الإنسان يكرهه، لأنك لا تعرف إيه عواقب الأمور، لكن لعل هذا الشيء الذي أنت تكرهه يكون يعني خيرا لك من الشيء الذي تحبه. يعني هم كانوا يحبون بقاء هذا الطفل وأنه لا يموت صغيرا، لكن الله تعالى يعلم أنه لو بقي لا أرهقهما طغيانا وكفرا، وكان سبب سيكون سببا في كفرهما هما وهلاكهما. فرحمة من الله سبحانه وتعالى بهما أنه أمات هذا الطفل صغيرا. فكثير من الأشياء يعني يكون الإنسان متعلقا بها، يريد أن يسافر إلى بلد أو يعمل في وظيفة أو يتزوج بامرأة أو يتملك كذا أو شيء من هذا من هذه الأمور، ولا تحصل الأمور ولا تسير على وفق يعني ما يحب وما يريد، فيحزن الإنسان. ولعل هذا الشيء الذي صرفه الله تعالى عنك سيكون فيه يعني هلاكك ويكون فيه بلاء لك، فنجاك الله تعالى منه. قال: وصح في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال: وقوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه، خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هم كانوا يرحمون الطفل الأول، فأعطاهما الله تعالى الثاني يعني كان أشد رحمة به من رحمتهما الأول، والثاني كان خيرا زكاة يعني كان أزكى أي أطهر، كان مؤمنا مسلما. وكما سيأتي أنهما أبدلا جارية، يعني الثاني كان بنتا. قال: قاله ابن جرير وقال قتادة: أبر بوالديه خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي أبر بوالديه. قال: وقد تقدم أنهما بدلا جارية، يعني اللي كان خيرا من الغلام كان بنتا، فسبحان الله الابن الذكر يعني كان لو عاش لكان بلاء عليهما، فأعطاهما الله تعالى بنتا أنثى وكانت يعني خيرا لهما، وكان كانت أبر بهما وكان أرحم لها وكان فيها الخير. قال: وقيل لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم، قاله ابن جريج، تفسير آخر يعني. ثم يقول سبحانه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك،
وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة، لأنه قال أولا حتى إذا أتيا أهل قرية، وقال ها هنا فكان لغلامين يتيمين في المدينة. إذن لا فرق بين قرية ومدينة، يعني مجرد اختلاف أسماء والمقصود واحد. مكان مأهول يعني. نعم، يعني مكان إيه؟ مأهول ومعمور وفيه السكان. كما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وقال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف. الرجل هنا يعني ورد في التفسير أنه عروة بن مسعود الثقفي، كان يقال له إيه؟ عظيم القريتين، يعني كان أهل مكة لهم كبيرهم وأهل الطائف لهم كبيرهم، عروة هو إيه؟ كبير القريتين. فالكفار قريش قالوا لا، يعني كان ينبغي أن ينزل القرآن على عروة بن مسعود عظيم القريتين ولا ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله تعالى يختار من يشاء من يشاء. وعروة أسلم رضي الله عنه بعد ذلك وتبع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهنا القريتين هما مكة والطائف، ومكة والطائف يعني تعتبران مدينتين كبيرتين وسماهما الله تعالى قرية. فإذا القرية في القرآن يعني تأتي بمعنى المدينة. جزاك الله خير، الله يحفظكم، شكرا. قال ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما. هنا التفاسير يعني ستلاحظون عندنا يمكن ثلاث صفحات عن الكنز، ما المقصود بهذا الكنز يعني، فعندنا نستمع للأقوال الموجودة إن شاء الله. قال عكرمة وقتادة وغير واحد كان تحته مال مدفون لهم. إذن جماعة من المفسرين قالوا الكنز كان مالا. قال وهذا ظاهر السياق من الآية وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. قال وقال العوفي عن ابن عباس كان تحته كنز علم، وكذا قال سعيد بن جبير، وقال مجاهد صحف فيها علم. قال وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك، يعني من باب الجمع بين التفسير المأثورة، يعني لا مانع أن يكون هذا وهذا، يعني لعل الكنز هو بعض الأموال وصحف فيها علم أيضا، يعني الجمع أفضل ما أمكن يعني. فكان تحته كنز، والكنز قد يكون أشياء متعددة، يعني ليس بالضرورة أن إما هذا وإما هذا، قد يكون الكنز الذي تحت الجدار فكان فيه بعض الأموال وفيه أيضا إيه كتب أو صحف فيها علم. ما المكتوب في هذه الصحف؟ ستأتينا عدة إيه روايات كلها عبارات فيها حكمة، يعني سبحان الله، يعني الله تعالى بعث نبيين كريمين لحفظ هذا الكتاب الذي فيه هذه المواعظ، فبالتأكيد هي مواعظ يعني فيها يعني فائدة كبيرة. قال وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك، مرفوع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده المشهور اللي هو مسند البزار، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا بشر بن المنذر، قال حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصبي، قال عن عياش بن عباس القتباني عن ابن حجيرة عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه، أي عن رفعه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من ذهب مصمت. برضو إيه شفتم يعني هنا يعني الكتابة مكتوبة على لوح من ذهب، فيصدق عليه أنه مال ويصدق عليه أنه علم أيضا، فهو علم مكتوب في لوح من الذهب. قال لوح من ذهب مصمت عجبت لمن أيقن بالقدر مكتوب فيه، يعني أي مكتوب فيه، يعني لوح من الذهب ومنقوش على هذا اللوح الذهبي ما
ننقش فيه هذه العبارات. عجبت لمن أيقن بالقدر لما ينصب. لما ينصب يعني لما يتعب، يعني الأيقن بالقدر خلاص يسلم كل شيء لله تعالى. وعجبت لمن ذكر النار لما يضحك. وعجبت لمن ذكر الموت لما غفل. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مبشرا به في الكتب السابقة، يعني هذا من أيام موسى عليه السلام. فالله تعالى أخذ الميثاق على النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ففي تفسير الآية كل نبي من الأنبياء الله تعالى أخذ عليه ميثاقا وعهدا أنه لو بعث محمد في زمنه أنه سيتبعه ويكون واحدا من أتباعه ويكون مؤمنا به. وكل الأنبياء عليهم السلام قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم. فكل الأنبياء كانوا يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام وأنه النبي الخاتم. فكان مكتوب في هذا الكتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة، اسم بلد، يعني كان قاضي هذه المدينة يعني المصيصة في الشام يعني هذه المدينة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم. قال وقد روي في هذا آثار عن السلف. قال ابن جرير في تفسيره حدثني يعقوب قال حدثني الحسن بن حبيب بن ندبة قال حدثنا سلمة عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن. قال سمعت الحسن يعني البصري رحمه الله يقول في قوله وكان تحته كنز لهما، قال لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني تنوعت الروايات ولكن نفس المعنى ونفس المضمون. قال وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن عمر مولى غفرة قال إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف، يعني سورة الكهف. كان بعض السلف يفضلون أنهم لا يقولون سورة الكهف وسورة البقرة وسورة كذا، وإنما يقولون السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها الكهف، لكن لا حرج يعني هذا كان اجتهادا من بعضهم يعني. فهنا الراوي قال في السورة التي يذكر فيها الكهف، أي سورة الكهف. وكان تحته كنز لهما، قال كان لوحا من ذهب مصمت مكتوبا فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجب لمن عرف النار ثم ضحك، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب، يعني تعب، يعني عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن، يعني لازم يخاف يعني من سوء الخاتمة ويخاف من العاقبة، الخوف المحمود يعني الذي يدفعه للاستعداد يعني لما بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن كانت هذه العبارات منقوشة على لوح من ذهب، وهذا هو الكنز الذي للغلامين. قال وحدثني أحمد بن حازم الغفاري قال حدثتنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي يقول سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما قال سطران ونصف لم يتم الثالث، يعني الكتابة كانت سطرين ونصف، السطر الثالث لم يكتمل. يعني عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب،
وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح. هذه الايه العبارات. قال: وقد قال تعالى: وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالت: وذكر انهما حفظا بصلاح ابيهما ولم يذكر منهما صلاح، وكان بينهما وبين الاب الذي حفظ به سبعه اباء وكان نساجا. فإذا قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، يعني الأب الصالح هذا قال كان الأب السابع، كان الجد السابع من أجدتهم كان صالحا، فحفظهما الله تعالى به، يعني قل هذان الغلامان لم يكونا مشهورين بالصلاح، لكن أيضا يعني لم يذكر عنهما يعني فساد ولا سوء، لكن لم يكونا يعني بالدرجة التي يعني يبعث الله تعالى نبيين كريمين من أجل الحفاظ على كنزهما، و فكان هذا كان كرامة ليس لهما ولكن لجدهما السابع، فحفظهما الله تعالى بسبب. وكان نساجا، وصناعة النسيج يعني ينسج، نعم يصنع القماش يعني النسج. هذا فيه دليل في الآية صح في سورة الطور أو اللي هو نعم اللي هو يعني في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يزيد في في درجة الأبناء حتى يلحقهم بالآباء، يعني إذا كان الآباء في درجة عالية في الجنة والأبناء لم يكونوا في صلاح الآباء، فالله سبحانه وتعالى برحمته يعني يرفع منزلة الأبناء رغم أنهم ليس لهم عمل يعني يستحقون به الدرجة العالية، لكن الله تعالى يزيدهم حتى يلحقهم بآبائهم ويكونون معهم. العكس ربما يكون صحيح، وكذلك نعم، وقد يرفع الله تعالى الآباء حتى يكونوا في منزلة الأبناء لو كان الأبناء هم أصلح من الآباء، فيجمع الله الأسرة يعني المؤمنة يجمع شملهم في درجة واحدة. قال: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة وورد به الحديث المتقدم، وإن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا، لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل. فكما مر يعني دائما الجمع بين الأثر أولى، فعندنا بعض المفسرين قالوا الكنز كان مالا، والآخرون قالوا الكنز كان لوحا من ذهب مكتوب فيه بعض المواعظ، فقال لا تعارض، لأنه لوح الذهب هو مال يعني بغض النظر عن المواعظ التي فيه، فهو كنز يعني لما فيه من العلم والخير، وفي نفس الوقت كنز لما فيه يعني مادة اللوح المكتوب عليه هو من الذهب، فهو مال كثير يعني له قيمة، يعني الكتابة التي فيه يمكن هم ينقلونها بعد ذلك، يعني إذا كبروا ينقلون الكتابة في أي أوراق ولا شيء، والذهب يبيعونه ينتفعون به يعني. قال: ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل، أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم وهو حكم ومواعظ، والله أعلم، يعني لا تعارض بين التفاسير. قال: وقوله وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، قال فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة، يعني بركة عبادته تشملهم يعني في الدنيا وتشملهم في الآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم، هذا المعنى، لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح، وتقدم أنه كان الأب السابع، السابع نعم،
وورد عن سعيد بن المسيب يعني رحمه الله التابعي قال أنه قال لابنه يعني قال يا بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، يعني قال إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، يعني كان أحيانا يعني يزيد في التنفل وصلوات التطوع بنية يعني أن يحفظه الله تعالى في أولاده، يعني لأن يعني هذا العمل الصالح الذي يعمله الأب يعني يكون سببا إن شاء الله في نجاة أولاده. يعني نعم، يعني من رحمة الله تعالى أن الإيه الأعلى منهما منزلة، يعني الأب وابنه أيهما كان أعلى منزلة في الجنة فالله تعالى يرفع الأقل إلى درجة الأعلى، لأنه قال وما ألتناه من عمل شيء، يعني ما ينقص الأعلى ينزله لدرجة الذي عمل يعني عملا يستحق به درجة عالية لا ينقص الله تعالى منه شيء، لكن الذي لا يستحق هذه الدرجة الله تعالى يزيده يعني كرامة لصاحب الدرجة العالية فيكرم الله تعالى يعني ابنه أو أباه ويجمعهم معه في درجة. عجب الأب الصالح يعني الأب العاشر هذه فيها الورد السابع هنا سبحان الله رحمة من الله تعالى. نعم شيخ الأبوين الأم والأب ولا؟ نعم يعني الأبوين نفس الشيء إن شاء الله، الأم يعني والأم يعني ينطبق عليها ما ينطبق على الأب يعني إن شاء الله. قال وقوله لأن الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريته هذا كله يدخل فيه الوالدان يعني. قال وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، قال هاهنا أسند الإرادة إلى الله تعالى لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله، وقال في الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، وقال في السفينة فأردت أن أعيبها، فالله تعالى إيه أعلم. هي تلاحظون أحيانا يسند الفعل إلى الله تعالى وأحيانا يسند إلى إيه يعني إلى المباشر له يعني، فهنا يعني فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لم يقل الخضر إيه فأردت أن يبلغ وإنه قال فأراد ربك أن يبلغ، لكن في إرادة تبديلهما خيرا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، وفي السفينة قال فأردت أن أعيبا. الكنز يقتضي أن يكون كثير؟ لا، الكنز اللي هو يعني المال المخبأ، يعني هو تعريف الكنز يعني لغة أنه مال مدفون أو مخبأ يعني في مكان مخفي، يعني مخبأ في مكان إما مدفون أو مخبأ يعني. هو شيخ كان في معنى أنه هو لما وصف عيب السفينة له لأنه نعم طبعا أحسنت، يعني هذا من الأدب مع الله تعالى من الأشياء يعني التي تكره الله تعالى، يعني كل شيء بأمر الله وبقضاء الله تعالى، لكن من الأدب يعني في التلفظ والحديث والكلام أن الشيء الذي يعني يكره لا ينسبه الإنسان إلى الله تعالى، يعني زي إيه الجن المؤمنين لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، الشر أريد الله تعالى كل شيء بإرادة الله يعني سواء خير أو شر كله بإرادة الله، ولكن لما جاءوا الشر لم يقولوا إيه أراده الله وإنما قالوا أريد. أيوة أحسن تبارك الله، في وفق كلام إبراهيم الخليل عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقي، وبعد لما جاء عند المرض لم يقل يمرضني وإنما قال إيه مرضت فهو يشفين، الشفاء راح قال إيه يشفين، فالمرض يعني إيه لم ينسبه إلى الله تعالى، مع كل شيء بأمر الله ولكن من الأدب يعني في الحديث أنه لا ينسى. فهنا قال فأردت أن أعيبها لم يقل أراد الله يعني أن تعاب السفينة. نعم. قال وقوله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. فكل هذا يعني كان إيه رحمة من الله سبحانه وتعالى، خرق السفينة كان رحمة من الله بأصحاب السفينة حتى لا يأخذها الملك،
وقتل الغلام كان رحمة من الله بوالدي الغلام حتى لا يرهقهما طغيانا وكفرا. وولدي الرجل الصالح كان رحمة من الله تعالى بهما وبأبيهما. رحمة بالغلام لأن الغلام لما قتل صغير. نعم الغلام نفسه لما قتل ف يعني في سن يعني قبل أن يبلغ ويكلف فهذا أيضا رحمة من الله سبحانه وتعالى به يعني. قال وما فعلته عن أمري أي لكني أمرت به ووقفت عليه، يعني شيء بتوقيف من الله تعالى يعني بأمر من الله، وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام. وهذا هو القول الصحيح أن الخضر عليه السلام أنه كان نبيا كريما من أنبياء الله تعالى يوحى إليه، فهذا من ضمن الأدلة أنه قال إيه وما فعلته عن أمري، يعني ما بفعل شيء برأيي ولا باجتهادي، هذا شيء يعني بوحي من الله تعالى. قال مع ما تقدم في قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما يعني علما من عندنا، ففسروهن أنه وحي من الله تعالى. قال وقال آخرون كان رسولا يعني إما نبي وإما رسول، وقيل بل كان ملكا من الملوك الصالحين، نقله الماوردي في تفسيره. قال وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا، فالله أعلم. يعني هناك رأي إيه؟ قال به كثيرون أنه لم يكن نبيا ولكن كان وليا، لكن في الحقيقة هذا القول يعني فيه ضعف ويفتح باب يعني للابتداع في الدين والإحداث فيه، يعني لهذا كان بعض الأئمة يقولون يعني أول باب يفتح من الزندقة اعتقاد إيه عدم نبوة الخضر، أن هذا يعني رغم أنه قال هو قول يعني لا إنكار على من قال به، يعني قال به كثير من الأئمة، ولكن له عواقب سيئة، يعني أن بعض الناس أخذوا منه أنه يمكن أن يكون الإنسان يعني وليا أو لا يوحى إليه من الله تعالى ولكن يأتيه فقط يعني إلهام كده ويخالف شريعة النبي، فبدأ يعني بعض الناس مثلا من يعني بعض غلاة الصوفية وكذا، يعني صار مثلا بعضهم يخالف الشريعة فيفعل أشياء من المحرمات ويترك الواجبات وكذا، ويقول أنه ألهم، يعني لأن مثلا هذا الخضر يعني خرق سفينة وقتل غلام وهي أشياء يعني محرمة في الشريعة، لكن هو عذره أنه وحي من الله تعالى فهو معذور. فبعض يعني من انحرف أو كذا فيصير مثلا يقتل بعض الناس ويخرب أموالا ويترك فرائض ويفعل محرمات ويقول يعني أنه هو ولي وعنده علم لدني من الله تعالى وأنه كذا ليس يعني ملزما بشريعة النبي مثل الخضر لم يكن ملزما بشريعة موسى وهكذا. لكن في الحقيقة يعني أنه حتى لو قلنا يعني أن الخضر لم يكن نبيا، يعني الذين يقولون أنه لم يكن نبيا من أهل السنة يعني وكذا يقولون يعني في ذلك الزمان يعني لم يكن موسى عليه السلام مبعوثا إلى أهل الأرض يعني جميعا، فهو مبعوث إلى بني إسرائيل وإلى القبط يعني، فالخضر ليس مكلفا بشريعته. فالذين يقولون هو يعني كان وليا أو كذا فيقولون لعله يعني كان تابعا لنبي آخر أو عنده يعني ليس مكلفا بشريعة موسى، يعني لا ينطبق هذا الأمر على يعني من أدرك بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو مبعوث إلى الناس كافة يعني وإلى الثقلين إلى أن تقوم الساعة، فليس هناك أحد يعني خارج عن شريعته، بخلاف موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى أهل الأرض جميعا، ولذلك يعني لا مانع أن يكون الخضر يعني له شريعة أخرى له يتبع شريعة نبي آخر،
لكن إذا لم يكن هو نفسه إيه نبيا. لكن بالنسبة لمن بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بمنامات مثلا يراها ولا إلهام في قلبه ولا كذا، هذا يفتح إيه بابا لمخالفة الدين ومخالفة الشريعة بزعم أنه جاءه إلهام في قلبه وأنه يفعل هذا الشيء الحرام، أو رأى مناما أنه يفعل هذا الشيء. فدائما كل شيء يعرض على الشريعة وما خالفها يعني لا يعمل به. طيب، قال: وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر يلبى، أن اسم الخضر يلبى ابن ملكان ابن فالخ ابن غابر ابن شالخ ابن أرفخ شذ ابن سام ابن نوح عليه السلام. نعم، في جزء منه في نسب نبينا عليه الصلاة والسلام اللي هو شالخ وأرفخ شذ. قال: نعم، كيف عندكم؟ بليا. بليا عندي يلبى هكذا. عندنا بليا. بليا، طيب يعني اوكي. النسخة عندي يلبى. قالوا: وكان يكنى أبا العباس، كنية الخضر أبو العباس، ويلقب بالخضر، وكان من أبناء الملوك، وكان من أبناء الملوك. ذكره النووي في تهذيب الأسماء. قال: وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين، ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه، وذكروا في ذلك حكايات وآثارا عن السلف، وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف. يعني هذه المسألة في الحقيقة أيضا مسائل الخلاف بين أهل العلم، اللي هي هل الخضر باق إلى يعني قيام الساعة وأنه لا يزال حيا. فكما ذكر يعني مال النووي وابن الصلاح إلى بقائه، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تردد في هذه المسألة، يعني له فتويان في مجموع الفتاوى، واحدة منها يعني يقول ببقاء الخضر وأنه باق وكذا، وذكر الآثار التي وردت في بقائه، وله فتوى أخرى عكسها يعني يرجح فيها، يقول يعني الأرجح والأصوب يعني أنه مات، يعني لأنه يعني حجة من قال إنه مات يعني يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يعني قبل وفاته، يعني قال يعني ما معناه إنه بعد 100 عام من الآن لن يكون على ظهر الأرض أحد ممن هو حي على ظهرها الآن. فمعناه أن كل من كان حيا، فقالوا حتى لو فرض أن الخضر يعني ظل حيا إلى يعني زمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لو فرض ذلك فبعد 100 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون مشمولا بهذا الحديث، ويكون يعني ممن مات يعني بهذا الحديث. والذين قالوا يعني هو باق استدلوا بهذه الآثار وقالوا هو نبي كريم له، وهذا يعني معجزة جعلها الله له أنه باق إلى قيام الساعة، والله تعالى أعلم. فيقولون يعني هو باق وأنه يعني يفعل أشياء مثل هذه يعني لا يعرفها الناس، يعني كأنه رجل صالح أو كذا، يعني يخرق سفينة ويقتل كذا ويبني هذا ويعني يفعل أشياء يعني غريبة ويعني الناس لا يعرفون سببها، لكنه يفعلها بوحي من الله تعالى، والله تعالى أعلم. يعني هذا في مصلحة لا ذكرها كما ذكر أويس القرن يعني. نعم صحيح، نعم، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم يعني بالنسبة نعم يعني هناك طبعا يعني ايضا يعني يجيبون عن هذا الحديث بانه عام يعني، والعام لا يعارض الخاص، يعني لانه كما ورد مثلا في الدجال انه يعني باق، انه باق يعني من ايام
من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والدجال موجود يعني محبوس في جزيرة وكذا، وسيظل باقيا، والدابة موجودة، وإبليس كذلك موجود، يعني أنظره الله تعالى إلى يوم الدين. وعيسى عليه السلام حي ولكنه يعني في السماء، يعني قد لا ينطبق عليه أنه في الأرض يعني. لكن القصد أنه إذا النص عام يعني وورد تخصيص بعض الأفراد يعني لا يعارض العموم، الله تعالى أعلم. قال: ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك. أو سيذكر هنا الإيه؟ الرأي الثاني اللي هو أن الخضر مات يعني، وأنه ليس حيا إلى قيام الساعة. فرجحوا خلاف ذلك، يعني خلاف ما رجحه النووي وابن الصلاح ومن وافقهم، وأحد قولي ابن تيمية ومن وافقهم أن الخضر حي. فالرأي الآخر أن الخضر مات يعني. قال: واحتجوا بقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعني يوم بدر كان هم المؤمنون في الأرض، هم هؤلاء الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هلك المؤمنون الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى أحد مؤمن في الأرض، فهذا معناه أن الخضر يعني لم يكن إيه موجودا في مكان آخر، لأنه لو كان موجودا في مكان آخر وهو مؤمن، فحتى لو مات النبي عليه الصلاة والسلام وكل من معه من الصحابة، فسيكون هناك من يعبد الله في الأرض اللي هو الخضر. فقال لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، معناه أنه لا يوجد مؤمن آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحابة. وقال: وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. صحيح. فهذا برضو دليل إيه؟ واضح أن كل الأنبياء أخذ الله تعالى عليهم ميثاق أن يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام لو بعث في زمانه. ولهذا عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سيكون إيه؟ يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويكون من أتباعه. فقالوا: لو كان الخضر حيا لكان لزمه أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه ويقاتل معه ويكون. فلما لم يحصل ذلك دل هذا على أنه يعني عليه السلام يعني لم يكن حيا. قال: وأخبر عليه الصلاة والسلام قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بقليل أخبر أنه بعد 100 سنة من هذا التاريخ لن يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو يعني حي الآن. لذلك يعني آخر الصحابة موتا اللي هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، يعني قيل في زمن تاريخ موته أنه سنة 110، يعني بالضبط بعد 100 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء بعد 100 سنة بالضبط، كان هو يعني تاريخ وفاة آخر صحابي، لم يبقى أحد يعني على الأرض. قال الإمام: فلو كان الخضر يعني عليه السلام لو كان موجودا، لو فرض أنه يعني استمر حيا من أيام موسى عليه السلام إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكان ممن مات قبل مضي 100 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أدلة من قال إن الخضر قد مات. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تحته تهتز خضراء.
جلس على فروة بيضاء فتحول لونها إلى الأخضر بأمر الله تعالى. قال ورواه أيضا عن عبد الرزاق قال وقد ثبت في صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز خضراء. قال والمراد بالفروة هاهنا الحشيش اليابس ليس فروة الخروف يعني، وقالوا إنها فروة هي الحشيش اليابس وهو الهشيم من النبات. قاله عبد الرزاق وقيل المراد بذلك وجه الأرض، يعني إذن هي جلس على أرض يابسة جرداء فإذا بها تهتز خضراء يعني تدب فيها الحياة والحشيش الأخضر، والحشيش اليابس أصبح حشيشا أخضر. قال وقوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال ما لم تستطع، وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. شوف سبحان الله، يعني قبل أن ينبئه بالتفسير قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، دائما الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فزاد التاء هنا تستطع فيها تاء زيادة لأن المعنى زيادة، فقال لأن كان الأمر ثقيلا هو لسه ما أخبره بالسر والسبب هذه الأشياء العجيبة التي فعلها، فزاد في المبنى وزاد في المعنى فقال تستطع. لكن بعد أن أخبره فرجع قال له ذلك تأويل ما لم تستطع، يعني فحينئذ خلاص أصبح خفيفا يعني لأنه أخبر بالسبب فخف عليه الله. سبحان الله بلاغة القرآن اللغوي يعني العرب تستطيع. نعم صحيح، زي حجينا برضو بعد شوية اللي هو فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، برضو نفس السر هنا، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا من فوق السور اللي بناه السد الذي بناه ذو القرنين، فقال فما استطاعوا أن يظهروه يعني يقفزوا من فوق، بدأ من القفز من فوق السور أسهل من من ثقب يعني إحداث يعني تجويف في السور بحفره حتى يعبروا من خلاله، فالشيء السهل اللي هو القفز من فوق فما استطاعوا أن يظهروا، والشيء اللي هو الصعب قالوا فما استطاعوا أن يظهروه واستطاعوا له نقبة، فهنا جاء بالزاد. كما ذكر قال فقبل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وهو الصعود إلى أعلاه، وما استطاعوا له نقبا وهو أشق من ذلك، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى والله أعلم. قال فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك، هذا السؤال يعني في أول قصة قال موسى لفتاه كان معاه لغاية لما الحوت يعني دبت فيه الحياة، الحوت المملح دبت فيه الحياة ونسي أن يذكره أول مرة وبعدين ذكره لموسى، كل هذا فتى موسى اللي هو يوشع بن نون كان معه لغاية ما وصل وجد الخضر، بعد ذلك اختفى ذكر فتى موسى. قال فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما، وفتى موسى معه تبع، وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون وهو الذي كان نبي بني إسرائيل بعد موسى عليهم السلام، وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن عكرمة قال قيل لابن عباس لم نسمع بفتى موسى يذكر في حديث
وقد كان معه. فقال ابن عباس فيما يذكره من حديث الفتى قال: شرب الفتى من الماء فخلد، فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة. وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. تذكرون الماء الحياة اللي هو عين الحياة، اللي هي العين التي يعني إذا أصاب ماؤها شيئا يعني إن كان ميتا دبت فيه الحياة، وإن كان حيا خلد يعني ولم يموت. فهذه ماء الحياة، هذا هو عين الحياة، ماؤها هو اللي أصاب الحوت الميت فدبت فيه الروح. فكأن ابن عباس يقول الفتى شرب من هذا الماء، فكان إيه هذا معناه أنه سيخلد إلى يوم القيامة. فقال الخضر وضعه في السفينة وألقاه في البحر، ويفضل يطوف في السفينة في البحر لغاية يوم القيامة. بس قال يعني لأنه إيش ما كانش ينبغي له أن يشرب. قال ابن كثير: إسناده ضعيف، والحسن متروك، وأبوه غير معروف. يقول لكن هذه الرواية يعني ضعيفة الإسناد ومعارضة لما في الصحيحين، يعني أن هذا الفتى هو يشع بن نون، هو يشع بن نون، ويشع بن نون يعني هو نبي بني إسرائيل، يعني لم يظل في البحر ولا شيء، ويعني كان عاش مع بني إسرائيل وقاتل معهم وكذا إلى آخره. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.